فعلا قطاع الناشئين بإنبي يعني قطاع ناشئين قوي، دايما بينافس الاهلي على البطولات في قطاعات الناشئين، وطبعا يعني كابتن امام محمدين ربنا يشفيه يا رب، نتمنى له الشفاء العاجل، يعني عامل معاهم شغل للمدار سنوات طويله، شغل هايل جدا جدا جدا. وإنبي برضو بيخرج ناشئين لكل انديه مصر زي النادي الاهلي. كان الدور الاول انتهى في كل المسابقات، مسابقه 99، مسابقه 97، مسابقه 2001 و2000 و2002 و2003 و2004. خدنا لحضراتكم تشكيله الافضل من الدور الاول، كل اللعيبه اللي تالقت بقى في الدور الاول من كل الفرق هنستعرضها دلوقتي مع حضراتكم على الشاشه. دي اللعيبه كلها اللي تالقت خلال الدور الاول. طبعا في 2001 ابتدى المسابقه بتاعته في الدور الثاني، لعب ماتشين مع الاسماعيلي ومع المصري، لكن هنشوف دلوقتي تشكيله بقى الدور الاول. في حراسه المرمى مصطفى الشوبير، مواليد 2000، مصطفى الشوبير من الحراس المتالقين، دايما بنذيع هنا على شاشه قناه النادي الاهلي مباريات مباشر ل 97 شباب الاهلي، ودايما بيتالق وان شاء الله يكون ليه مستقبل في النادي الاهلي مصطفى الشوبير. باك رايت كريم يحيى احرز 4 اهداف، 2 مساكين محمد عبد المنعم احرز 3 اهداف، ومحمد مغربي احرز 4 اهداف، احمد حاتم باك ليفت احرز 2 وصنع 4 اهداف. عندنا برضو في وسط الملعب عربي بدر من اللعيبه المميزه، ان شاء الله هيبقى ليه مستقبل كبير مع النادي الاهلي، 2001 احرز هدف، مصطفى عزت احرز 3 اهداف. تحت المهاجم صالح نصر، صالح نصر احرز 19 هدف وهو هداف بطوله 99 من اللاعبين الواعدين الصاعدين. زياد طارق احرز 6 اهداف وهو اكثر لاعبين صنعا للاهداف في هذه التشكيله. شادي رضوان احرز 7 اهداف، طبعا شادي رضوان يعني نتمنى له ان شاء الله الشفاء العاجل ويكون موجود ويرجع تاني يتالق ويصول واجول تاني مع 2001. واحمد ياسر ريان اللي بنتمنى له ان شاء الله التوفيق خلال الفتره اللي جايه، كانت اعاره مهمه جدا لاحمد ياسر ريان مع فريق الجونه هو واحمد حمدي، وعمار حمدي برضو الاتحاد السكندري نتمنى له ان شاء الله التوفيق، يكتسبوا خبرات ويرجعوا مره ثانيه ان شاء الله النادي الاهلي بخبرات اكبر. البدلاء عندنا رمضان ابو حاطف في حراسه المرمى وليد 99، احمد داوود 2003، مصطفى الياس 2000، محمد اشرف مواليد 2001، وليد عطيه مواليد 2000، وعندنا محمد سيد عبد النبي مواليد 2000، احمد سيد عبد النبي مواليد 2002، وعمار حمدي اللي راح اعاره لنادي الاتحاد السكندري مواليد 99، نتمنى له برضه ان شاء الله التوفيق. ده كان تشكيل القطاع في الدور الاول، برضه هنشوف افضل 10 اهداف برضه في الدور الاول مع حضراتكم بالصوت والصوره. هاني عم هاني يلعب للفراري، الفراري شادي 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 رضوان شادي رضوان شادي رضوان شادي شادي جوه جول عالمي يا شادي، عالمي يا الفراري، الفراري شادي رضوان الفراري العالمي يحرز هدف عالمي، هدف واجمل اهداف الموسم. انطلق الفراري، والفراري لما ينطلق محدش يقدر يحصله، عدى واخترق ومر وفات، والكرة تتهادى تتمادى إلى داخل الشباك، طرد زياد واحد والتاني زياد، زياد العرضية قوية، صالح يا ولد يا ولد، جول 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 جول، يغرد الزئبقي صالح مصر بالهدف. أحمد سيد يلعب في اتجاه عبد الوهاب، كعب القدم فين يا عبد الوهاب؟ لحماده الفيل وهي جايه، عبد الوهاب عدى يلعب عرضيه، حماده عدال شادي، يا ولد يا ولد يا ولد، جول 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 جول، جوه جول الفراري، الفراري موهبه النادي الاهلي وموهبه مصر، شادي رضوان يضع هدف رائع، هدف جميل، اجمل اهداف هذا الاسبوع، شادي رضوان يا ولد يا ولد يا ولد يا شادي. فخري محمد فخري، ريان محطة هجومية، السلام فخري فخري فخري، جول 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 جول، جوه جول، هدف اول للنادي الاهلي. اعتقد باللحظة واخرى ممكن نسمع للصفارة، وما فيهاش تسلل، ورايح ورايح ويكافئ نفسه محمود صابر النهارده بيسجل الهدف في الوقت بدل الضائع، يتقدم النادي الاهلي. مره ثانيه لمحمد سامح لما ضاغط محمد ربيع، ربيع قطع الكره منه، ربيع بيدور يلعب في مين؟ ميدو، ميدو جاله من الشمال، ميدو ميدو عدل نفسه، ميدو ميدو عدل وبيدور يلعب لمين؟ ميدو يلعب كورته لكريم، كريم والتسديده، الله الله
الله الله الله، لا والله ملعوبة شكلها جميل يا ولد، هدف كده زي اللي بنشوفهم في الفرق العالمية، والله هدف كل الفرقة رايحة لعادل مصطفى، إنما الله عليك يا كريم يا عثمان. طلع له كريم يحيى بخلي يلعب عرضية عدت، يا ولد يا ولد يا ولد، جول 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 جوه جول، هدف أول للنادي الأهلي. القلب يعشق كل جميل، غنت سومة وقالت القلب يعشق كل جميل، ومفيش أجمل ولا أحلى ولا أروع من الهدف اللي أحرزه النادي الأهلي. صابر عايز يصوب ويسدد، يا ولد يا ولد يا ولد على الهدف، الله على الهدف، هدف رائع يا ولد يا محمود يا صابر، يا ولد يا ولد يا محمود يا صابر، هدف رائع فين؟ في المقص الايسر لمرمى شوبير. حسن يوسف عايز يلم، عايز يعدي، عايز يمر، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، جول 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 جوه جول، حسن يوسف يضع هدف اول لفريق الطلائع الجيش. وداخل مصطفى، يا ولد يا ولد، بقول لكم بقول لكم ولد جميل، حلوه حلوه حلوه، حاططها في المقص ما يقدرش يعملها. كل العشر اهداف اهداف حلوه، تحس انها في دوريات اوروبيه، يعني اهداف عالميه زي ما بنقول. هروح دلوقتي الفاصل، وبعد الفاصل استقبل ضيفي وضيفكم كابتن مدحت طه المدير الفني لمواليد 99.